عن كابر. سلام يا سبحان الله. تعالى يا سيدي في سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذه خاصة بالجن. الجن. يعني شوف شوف الجن مخلوق من الايه؟ من النار ورد ربنا يعذبه بالسعير ايضا. نعم. هذه مطلق المشيئة. سبحان الله. تمام. في فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالابراهيم بن ادهم الله استجاب للصحابة وللتابعين ولا يستجيب لنا. قال امور ثمانية جعلت دعاءكم غير مستجاب. قلتم نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه. قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز أصل إليها قال وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكان أن يستجاب لكم. طيب مركزين على عيوب الناس. مركزين على عيوب الناس. طيب. وكذلك الشورى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان الشياطين الجن يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. كده واضح يعني, يعني دول سكان دول سكان دي المنطقه دي والعياذ بالله الموبوءه دي فيها سبحان الله. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. من هذه الفئه؟ فئه اهل الكفر والضلال. ولو كنا نسمع او نعقل ما عطل الذنب. طيب يا سيدي في سورة الانشقاق سورة الانسان ايضا ان اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا. تعالى يا سيدي للحطمه